أستاذ مرحبا بك في أول لقاء مع جريدة أنوار بريس. اللقاء اليوم شدك في اللقاء مع السيدة أستاذة رؤساء مركز الامتحان مع الملاحظين، كتعطي توجيهات اللي تعاملوا بها مع المترشحين والمترشحات. قبل ما ندوزو أي نقطة نبداو، بما أنك تكلمتي مع المسؤولين المباشرين، أشنو الرسالة اللي ممكن لك تعطيها للأسر والمرشحات والمترشحات والمترشحين؟ شكرا لجريدة أنوار بريس على تغطية هذا المحطة ديال الامتحان الإشهادي للبكالوريا معنا. أول كلمة سأوجهها لأمهات وأباء وأولياء التلاميذ هي أنهم يعاونوا الوليدات ديالهم عبر الاستعداد النفسي لاجتياز هذه الامتحانات. الوليدات في هذه المحطة هذه كيخصهم واحد الاستعداد نفسي، واحد الجو اللي غادي يكون جو تربوي وجو يعني أسري اللي يكون هادئ، واللي يمكنهم أنهم يثبتوا مع التعلمات ديالهم، يمكنهم أنهم يقبلون على هذا الامتحان وهم في أريحية. وهذه فرصة باش نقول للأسر، هذا كيبقى امتحان كباقي الامتحانات، يعني ما يهولوش الأمر لذاك الوليدات ديالهم، بالعكس يعني يحاولوا يوصلوا لهم أن هذه محطة من المحطات اللي هي بحال سابقة ديال الامتحانات. هذا يعني محطه نهائيه في واحد المشوار ديالهم ديال التمدرس بالنسبه للثانوي التاهيلي، يتعاملوا معها بكل اريحيه. ايضا فرصه باش نقول للاباء انهم ينتبهوا مع الوليدات ديالهم، ما يجيبوش لي طابلات المراكز الامتحان، ما يجيبوش لي تليفون، ما يجيبوا الا يعني الاستدعاء ديالهم، لا كارت ناسيونال ديالهم والستيلويات باش غادي يكتبوا، باش يبقاو في مأمن من أي شبهات فيما يخص يعني الغش ولا إلى آخره، باش يطمئنوا عليهم أنهم غادي يدوزوا الامتحان في أحسن الظروف. هاد الامتحانات اللي احنا مقبلين على تمريرها يعني ابتداء من يوم الاثنين 13 يونيو، يعني قمنا بواحد العديد من العمليات للاستعداد لهذا الاستحقاق الوطني، منها يعني تأمين المراكز ديال الامتحان، الاشتغال على الفضاء الخارجي والداخلي ديال مراكز الامتحان، ايضا اشتغلنا على الفرق التي ستشتغل بمراكز الامتحان بما فيها الكتابه، بما فيها الامن الخاص، بما فيها ملاحظين رؤساء المراكز، واللي كان اليوم لقاء معهم كان عندنا واحد الكلمه تعطيريه فيما يخص يعني بعض المسائل اللي ربما كنستافدوا منها من المحطات السابقه باش ما توليش تكرر في هذه المحطه. وايضا كانوا توجيهات عامه الساده رؤساء المراكز على اساس انه في الامتحانات كيكون المؤسسه ما كتكونش مؤسسه تعليميه تقوم بمهامها العاديه، ولكن كتكون مركز للامتحان، وبالتالي المواطنين كنقول اللي عنده شي طلب في مؤسسه معينه اما يلجا لهذه المؤسسه قبل الامتحانات ولا بعد مرور الامتحانات، لان في ذاك الوقت الامتحانات كيكون مركز ديال الامتحان. كان لقاء ايضا مع السيد عامل وعملات مكناس وايضا رجال السلطه ورجال الامن هذا اليوم، واللي الحمد لله الكل مجند والكل مستعد، اتم الاستعداد باش ننطلقوا في الامتحانات في الوقت ديالها، وباش ناملوا هذا المسار ديال الامتحانات. السيده المديره المحترمه، شنو المستجدات اجراء امتحان البكالوريا مؤخرا؟ واش كاينين شي مستجدات؟ نعم، اولا المستجد الكبير هو ان هذه السنه هذه نقصنا من ذاك الخوف والهلع ديال كورونا اللي كان يثقلوا الكاهل ديال التلاميذ والاسر، وحنا كمدبرين لان كنخافوا على الوليدات ديالنا من طبيعه الحال وهما كيمروا الامتحانات. هذه السنه هذه غادي نقولوا الامتحانات غيدوزوا في ظروف شبه عاديه، على اساس ان كل قسم غيكون فيه 20 مترشحه ومترشح، وهو العدد اللي كنا كنمروا به الامتحانات في السنوات السابقه قبل كورونا. ايضا هذه السنه بالنسبه للاقليم ديال مكناس كنعرفوا واحد الزياده ديال المترشحين اللي غتوصل 1000 مترشحه ومترشح بالنسبه للمتمدرسين من المدرسه العموميه، وعندنا واحد الزياده ديال اكثر من 800 مترشحه ومترشحين بالنسبه للاحرار. هذه الزياده هذه بطبيعه الحال كتجعلنا اننا نوفروا اكبر عدد ممكن من المراكز حفاظا على هذا العدد المحدد، وهذا الشيء كيجرنا اننا عاود نوفروا العدد الكافي من الحراسه باش يمكننا نمروا هذه الامتحانات على احسن وجه. ايضا كنا في الكلمه التوجيهيه مع الساده المديرين
والسادة الملاحظين أن الأجواء، بغينا الأجواء اللي يكونوا فيها الامتحانات يكونوا أجواء إيجابية بالنسبة للتلاميذ، يعني يحسوا براسهم في واحد المحيط التربوي مستقطب واللي فاتح لهم الأدروع ديالو باش يدوزوا في واحد الظروف عادية باش يكونوا كيمروا الامتحانات بواحد النفسية جد إيجابية، وهذا شيء مهم جدا كيخصنا نحرصوا عليه. أيضا مع الفروق ديال الفروق تتبع الامتحانات اللي كتمر بالمؤسسات التعليمية كان يعني توجيه جد مهم انه ما تخلقش بلبله داخل المراكز ديال الامتحان وبالاقسام اللي كيمروا بها التلاميذ الامتحان ديالهم باش نحافظوا لهم على واحد الجو هادئ، واحد الجو يعني يليق بامتحانات البكالوريا. ماذا عن عمليات التصحيح؟ عمليات التصحيح ايضا نفس العمليه، عمليات التصحيح كنستعدوا لها كيف ما كنستعدوا للامتحانات، لان العمليات ديال التصحيح لا تقل اهميه على 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 الاجراء ديال الامتحان، بحكم ان هذاك هو الوقت اللي كيتاخذ فيه القرار ديال النقطه اللي غيستحقها التلميذ، وبالتالي الساده الاساتذه اللي مكلفين بالتصحيح كيخصهم التركيز وكيخصهم يكونوا كيشتغلوا في واحد الفضاء اللي رحب، واحد الفضاء اللي يعني يكون كيلائم المهمة ديالهم. وهذا الشيء علاش في الإطار ديال الكلمة التوجيهية عطيت توجيه للسادة رؤساء المراكز باش يوفروا جميع ظروف الراحة وجميع الظروف ديال اشتغال السادة الأساتذة، يعني باش يشتغلوا في واحد الظروف حسنة. حنا بغينا أي ورقة ديال التلميذ تاخذ حقها باش التلميذ نكونوا ناصفينه بالفعل ونكونوا كنعطيوه النقطة التي يستحقها ضمانا لتكافؤ الفرص من طبيعة الحال وصونا للحقوق ديال التلاميذ. آخر سؤال، كيف سيتم تدبير إعطاء النتائج؟ إن شاء الله إعطاء النتائج غادي يتموا المداولات في آخر الشهر والنتائج غادي تعطى يوم واحد في شهر يوليوز. هذا التاريخ هذا ما كنحدوش حنا، هذا تاريخ تحدده الوزارة وكيكون تاريخ عام على جميع الأقاليم في المملكة المغربية من طبيعة الحال جميع الجهات، وكنعلنوا على النتائج في نفس الوقت في نفس اليوم. وإن شاء الله كنتمناو النجاح والسداد للوليدات ديالنا وكنتمناو الأطر التربوية والأطر الإدارية وجميع المتدخلين في المنظومة التربوية كنتمناو لهم إن شاء الله طول العمر والصحة والسلامة ويرفع علينا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء نهائيا باش ما يبقى عندنا حتى شي هاجس في هذا الاتجاه هذا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا سيدي المدير المحترم. شكرا لجريدة أنوار على تغطية الحدث معنا. شكرا.